طبعا فكره المؤتمرات الشبابيه اللي بينظمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مؤسسه رئاسه الجمهوريه طبعا فكره اكثر من رائعه، والاهم من ان هي فكره ان هي اصبحت عاده ومستمره. من 2016 اول مؤتمر الشباب كل 3 شهور او 6 شهور على حد اقصى بيبقى فيه مؤتمر بيتم دعوه فيه فئات كبيره من المجتمع المصري، والفئه الاغلب منهم هي الشباب. وخلينا اقول ان في شيء مختلف كمان، انا كشاب مصري شعرت في حضور تلك المؤتمرات، لأن النهاردة الأمر مش بس قصر على الشباب السياسيين، لأن يعني إحنا كان دايما في أي نظام هي فئة واحدة بس اللي موجودة اللي هم الناشطين السياسيين وشباب الأحزاب السياسية. لا، أنا بروح هناك بلاقي الشاب اللي في الجامعة، بلاقي الشاب الرياضي، بلاقي الشاب اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بلاقي صحيح إن الناس دي موجودة في أحزاب ممكن إن هي تمارس من خلال الأحزاب، ولكن أقصد إن في اهتمام خاص من مؤسسة الرئاسة بتلك الفئات إن هو يستمع إليهم. وإحنا كشباب سياسيين بيبقى لينا زي ما بيقولوا كوتا من الشباب يعني اللي بيحضر تلك المؤتمرات، وبنقدر من خلال الأحزاب اللي إحنا منتمين إليها إن إحنا نكون متواجدين. والشباب السياسي وشباب الأحزاب طبيعي أن هو يكون فئة مهمة جدا، الدولة بترعاهم وبتنظر إليهم باعتبارهم العقل المفكر والعقل المدبر لإدارة المشهد السياسي المصري سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا، ودي إحنا بنلمسها حقيقة كأمين شباب يعني حزب مستقبل الوطن وأمانة الشباب اللي موجودة. وإحنا من هذا المنطلق إحنا حتى كأمانة الشباب لما بنحط خطتنا خلال الفترة اللي جاية كأمانة شباب حزب مستقبل الوطن وبنستعد ليها، هنكون حاطين في الاعتبار إزاي إن إحنا من خلال المبادرات إن إحنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب عشان نستمع لمطالبهم ونبدأ إن إحنا ننقلها رئاسة صحيح. الجمهورية. وعايز أقول لحضرتك يعني لسه وأنا جاي يعني داخل حضرتك في أكتر من حد بيكلمني عن مبادرة العفو الرئاسي، واحدة كانت بتكلمني يعني زوجها في محبوس في قضية وبعت لي التفاصيل وبتقول لي يا ريت نلتفت أو كده. فبالتالي النهاردة بنتكلم عن تقريبا 3 أو 4 قوائم خرجت من مؤسسة الرئاسة لشباب محبوس صحيح. والنهاردة الناس بقى خلاص عندها وناس على فكرة يعني في تيارات سياسية مختلفة مع ممكن مع النظام السياسي أو كده، ولكن النهاردة لا في صدق وفي رؤية. أنا أعتقد أن هي مبادرات أكثر من رائعة تستحق أن احنا نشيد بيها وتستحق أن احنا نستمر عليها، وديتنا دافع وحافز كحزب وكمان شباب موجودة فيه أن احنا نستمع ونساعد كمان على هذا المجهود.